بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحصة السادسة من الهوس الرابع. هناخد النهاردة من أول اسمو وفنوتي خني إثقواب تيرو انطاف الليلو يا. نسمع اسمو وفنوتي خني إثقواب تيرو انطاف الليلو يا. نسمع تاني اسمو افنوتي خني اسقواب تيرو انطاف الليلويا. تاني اسمو افنوتي خني اسقواب تيرو انطاف الليلويا. مرة أخيرة أو نبتدي من أول الليلويا. الليلويا 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 اسمو افنوتي خني اسقواب تيرو انطاف الليلويا. ربع التاني اسمو ويروف خن بي تجرو انتيتف جوم الليلويا. اسمو ايروف خيم بي تاغورو انت تبغو مللويا. اسمو ايروف خيم بي تاغورو انت تبغو مللويا. نسمع تاني اسمو ايروف خيم بي تاغورو انت تبغم الليلويا. مرة أخيرة اسمو ايروف خيم بي تاغورو انت تبغم الليلويا. ربع التالت اسمو ويروف اهري هجين هت هيجين تفمد جوري الليلويا. تاني اسمو ويروف اهري هيجين تفمد جوري الليلويا. اسمو ويروف اهري هيجين تفمد جوري الليلويا. تاني اسمو ويروف اهري هيجين تفمت غوري الليلويا. هيجين فيها تطويلة شوي. اسمو ايروف اهري هيجين تفمت غوري الليلويا. الربع الرابع اسمو ويروف قاطع ابقى شاي انت تفمت نشتي الليلويا. اسمو ايروف قطع باشا انت تفمت نشتي الليلويا. تاني اسمو ايروف قطع باشا انت تفمت نشتي الليلويا. تاني اسمو ايروف قطع باشا انت تفمت نشتي الليلويا. الربع الخامس اسمو ايروف خن او اسمي انصل بنغوص الليلويا. اسمو ايروف خن او اسمي انصل بنغوص الليلويا. اسمو ايروف خنو اسمي انصل بنغوص الليلويا. تاني اسمو ايروف خنو اسمي انصل بنغوص الليلويا. الربع السادس اسمو ويروف خن او ابصال تيريون نمو كثارة الليلويا. اسمو ويروف خن او ابصال تيريون نمو كثارة الليلويا. تاني اسمو ويروف خن او ابصال خن او ابصال فيها خطف مخطوفة شوية.
اسمو ايروف خنو بسالتيريون نمو كي صار الليلويا. تاني اسمو ايروف خنو بسالتيريون نمو كي صار الليلويا. الربع السابع اسمو ايروف خن هان كيم كيم نم هان خورس. اسمو ايروف خن هان كيم كيم نم هان خورس الليلويا. تاني اسمو ايروف خن هان كيم كيم نم هان خورس الليلويا. تاني اسمو ايروف خنان كيم كيم نمان خورس الليلويا. ربع الثامن اسمو ايروف خنان كاب نم او اورغانون نم او اورغانون. نسمع اسمو ايروف خنان كاب نم او اورغانون الليلويا. اسمو ايروف هنا التطويلة في اسمو ايروف. اسمو ايروف خنان كاب نم او اورغانون الليلويا. تاني اسمو ايروف خنان كم نم او اورغانون الليلويا. مرة أخيرة اسمو ايروف خنان كم نم او اورغانون الليلويا. ربع التاسع اسمو ايروف خنان كم فالون انسيتو اسمي الليلويا. اسمو ايروف خنان كيم فالون انسيتو اسمي الليلويا. تاني اسمو ايروف خنان كيم فالون انسيتو اسمي الليلويا. تاني اسمو ايروف خنان كيم فالون انسيتو اسمي الليلويا. الربع العاشر اسمو ايروف خنان كيم فالون انتي او اشلي لوي. اسمو ايروف خنان كيم فالون انتي او اشلي لوي الليلويا. انتي او مش انتي اوي انتي او اشلي لوي. اسمو ايروف خنان كيم فالون انتي او اشلي لوي الليلويا. تاني اسمو ايروف خنان كيم فالون انتي او اشلي لوي الليلويا. تاني اسمو ايروف خنان كيم فالون انتي او اشلي لوي الليلويا. بعد كده ني في ني فين ني في ني فين مارو اسمو تيرو اي افران ام بشويس بنوتي الليلويا. نسمع ني في ني فين مارو اسمو تيرو افران ام بشويس بنوتي الليلويا. تاني ني في ني فين مارو اسمو تيرو افران ام بشويس بنوتي الليلويا. تاني ني في ني فين مارو اسمو تيرو افران ام بشويس بنوتي الليلويا. تاني ني في ني فين مارو اسمو تيرو اي اف
فران ام بشويس بنوتي الليلويا. وبعد كده زوكسا باتري كايو كي اجيو بنفماتي الليلويا. زوكسا باتري كايو كي اجيو بنفماتي الليلويا. نسمع تاني. زوك سبت ريك ايو كي عاقيو بنغماتي الليلويا. زوك سبت ريك ايو كي بنطول فيها شوي. زوك سبت ريك ايو كي عاقيو بنغماتي الليلويا. وبعد كده كنين كي اي كي استوس ايوناستون ايونون امين الليلويا. طبعا احنا عارفين الكلمات زوكسا باتري وكانين. كانين كي اي كي استوس اي او ناستون اي او نون امين. كانين كي اي كي استوس اي او ناستون اي او نون امين الليلويا. تاني. كنين كي اي كي استون سيوناستون اي او نون امين الليلويا. الربع الاربعتاشر الليلويا الليلويا زوكسا سي او سي اوس ايمون الليلويا. الليلويا الليلويا زوكسا سي او سي اوس ايمون الليلويا. تاني. الليلويا الليلويا زوكسا سي او سي اوس ايمون الليلويا. تاني. الليلويا الليلويا زوكسا سي او سي اوس ايمون الليلويا. الربع الاخير الليلويا الليلويا بي او او فا بالنوتي ب الليلويا. الليلويا الليلويا بي او او فا بالنوتي ب الليلويا. تاني. الليلويا الليلويا بي او او فا بالنوتي ب الليلويا. تاني. الليلويا الليلويا بي او فا بالنوتي ب الليلويا. كده يبقى احنا خلصنا الهوس الرابع في ست حصص. الى اللقاء في لحن جديد او تسبيحة جديدة. ولو اي حد لي اي تعليق او اي لحن او زوكسولوجية تحبوا تحفظوها ياريت تعرفونا في التعليقات. ولو في اي حد يحب يقول لنا مثلا هل طريقة التسليم كده كويسة، هل نطول الربع مثلا شوية في التسليم او اي حاجة، يحب يقول لنا اي حاجة يعرفنا برضو في التعليقات. والى اللقاء في لحن جديد.